بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط الثالث عشر الذي يحمل في كشوفاته الحول المحليات الأصايل من مسافة 6 كيلومترات، مسافة الطفح، وهنا شعارات أبناء القبائل التي تنطلق وتوافدت من أجل ذلك الناموس المميز والفوز والانتصار في مهرجان ختامي المرموم وفي تحفة ميادين السباق ميدان المرموم. نتابع بداية مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط، من تقود هذه المسيرة مع المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تقدمت الآن وانطلقت الكاسبية محمد بن خميس بن محمد الشدي، من يصل الآن على المركز الأول ويسيطر على مقدمة هذا الشوط ويندفع أول الأسماء المنطلقة وأول الباحثين عن الناموس. المركز الثاني، ثاني المراكز هنالك بن صوغان وسعيد بن محمد بن جمعة بن عتيق، من وصل مع المركز الثاني يراقب انطلاق الكاسبية على المركز الأول. المركز الثالث، ثالث التحديات، الأسماء التي تنطلق وتتواجد هنا مع ثالث مسارات هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، من يتقدم هنا الشعار في هذه اللحظات الواصل والمنطلق. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، عسيله وعلي بن سالم بن عامر العمري ينطلق الان على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، رابع التحديات، من تقدمت من الجانب الايمن هنالك وصلت الان وانطلقت قياده سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس، دلمال سيد خلفان بن احمد بن محمد بن بطي القبيسي، من يصل على خامس التحديات. إذن هنا تصل على المركز الخامس الطيارة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الغيالي، من يتسلل بدوره إلى ثالث التحديات في هذه اللحظات. نواصل. المركز الرابع، المركز الرابع، وصلت العمالة وفيصل بن عبد الله الفهيدة المري، من يصل على المركز الرابع. بينما المركز الخامس، هذا شعار بن زيتون يتقدم الآن، مرحبا بك يا بن زيتون. وصلت السرية حمد بن عوض بن زيتون ألم هيري على المركز الخامس. بينما المركز السادس، سادس التحديات، وصلت عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي يتقدم الآن على المركز السادس. بينما المركز السابع، دلما هنا تصل مع المركز السابع وخلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي على سابع التحديات. المركز الثامن، شعار بن شريم قادم، وصلت نقوة عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري يتقدم الآن على المركز الثامن. المركز التاسع، تصل هملولة مبارك بن زايد بن محمد المطوع الخيارين على المركز التاسع. المركز العاشر، ختام هذه الجولة مع الوثبة، محمد بن أحمد بن جوعان الظاهري مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر شاشة دبي ريسنج التي تتابع هذه التحديات وهذا الانطلاق المميز. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول وتحديات المقدمة. هنالك الكاسبية محمد بن خميس بن محمد الشدي لا زالت تقود هذه المسيرة، قيادة موفقة وسليمة بأوامر وتوجيهات محمد بن خميس الشدي على المركز الأول. المركز الثاني، الطيارة قادمة، ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الغيلي يبحث عن الهاتريك ومتى بتطير الطيارة في ميدان المرموم. الآن تتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث، قيادة وصلت وانطلقت على المركز الثالث، سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي يواصل التحديات ويواصل الانطلاق على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع، شعارك يا بن زيتون، حمد بن عوض بن زيتون المهيري، السرية قادمة على المركز الرابع ومتى بتسر السرية يا بن زيتون. العمالة قادمة، وصلت العمالة القادمة من المملكة العربية السعودية، وهذا شعار البطين الذي تألق وأبدع في هذا الموسم، فيصل بن عبد الله
هيدح المري البطين على المركز الخامس، بن شريم وصل على سادس التحديات، تسلل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات شعار بن شريم، يتقدم عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري ويقدم لنا نقوة على المركز الخامس. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول، الطيارة بدأت تحلق في تحفة ميادين السباق، حلقت الطيارة نحو ذلك الناموس المميز على مقدمة هذا الشوط. الله يا مالك الطيارة، يتقدم إلى مشاهدينا متابعينا الكرام ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيالي، من سجل نقطتين ذهبيتين في هذه الفترة الصباحية، يبحث عن النقطة الثالثة من خلال انطلاق الطيارة، والطيارة أيضا قريبة جدا إلى تحقيق الهاتريك في هذه الفترة الصباحية. المركز الثاني الكاسبية متواجدة في دائرة التحدي ودائرة الصراع، محمد بن خميس بن محمد الشدي وصل بن زيتون، وهنالك القادمين سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي مع القيادة، وبن زيتون مع السرية، حمد بن عوض بن زيتون المهيري قادم، شعار بن شريم بدأ يتقدم في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. الطيارة والسيارة الثانية ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيلي حقق سيارة في ختامي الوثبة، وهنا يقدم الطيارة باحثا عن السيارة الثانية في رصيدها، لكن السرية الله بدأ يقترب شعار بن زيتون مع المركز الثاني، حمد بن عوض بن زيتون المهيري، السرية والطيارة والسرية، اللحظات الأخيرة لحظات الفوز والانتصار، ولكن الطيارة مع ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيلي، هنالك السرية على المركز الثاني، حمد بن عوض بن زيتون المهيري يقدم لنا السرية على المركز الثاني، ولكن الطيارة حققت الهاتريك. سلام يا مالك الطيارة، ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، سلام يا زاخر، سلام على هذا الفوز والانتصار، مصيحة وهملولة، والطيارة تهدي السلام الثالث لناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، وحمد بن سهيل بن عويضة الخيالي الداعم الرسمي لهذا الشعار. تهانينا والناموس لأبناء زاخر ولأبناء حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي على هذا الفوز والانتصار، لحظات هبوط الطيارة إلى هذا الناموس المميز. تهانينا والناموس لحظات وصولها. الطيارة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي هي عنوان هذا الشوط. المركز الثاني وصلت الشايبة سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي، وثالثا السرية حمد بن عوض بن زيتون المهيري وصل مع المركز الثالث. المركز الرابع قيادة سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي، المركز الخامس عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي من وصل مع المركز الخامس. هكذا انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. الطيارة من وصلت إلى خط النهاية واستطاعت الفوز والانتصار، تهانينا والناموس السيد حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي ولابنه ناصر على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة ولحظات الفوز والانتصار مشاهدينا متابعينا الكرام. الطيارة التي قطعت مسافة 6 كيلومترات، التوقيت الزمني 9:30 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس السيد ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي لانتصاره للمرة الثالثة على التوالي في هذا الصباح. المركز الثاني وصلت بتوقيت زمني 9:33:06 من الثانية. تهانينا والناموس لابن ضعيف سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي الشايبة من وصلت مع المركز الثاني. وثالثا السرية قدمت أداء ومستوى رفيع لسيد حمد بن عوض بن زيتون المهيري 9:34 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء حفلنا الكريم في هذه الانطلاقات التي تنطلق بأرضية هذا الميدان.